وصل الى الكونغرس ودار لقاءات مع الكونغرس، وكان عارفوا التأثير ديال الكونغرس. شنو الموضوعات اللي دار اللي ناقش هو؟ كيوضح كيرافع على المسار ديال القضية ديال القبائل. فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة ديال القبائل المحتلة اللي ضلوا كيطاردوه في فرنسا. انفصالي ممقوت يحاضر من باريس ضد الوحدة الوطنية. فرحات مهني زعيم حركة الماك يلقي محاضرة عن بعد في جامعة مولود معمري بتيزي وزو وسط حضور جمع ممن قيل أنهم من طلبة الجامعة. خرجة غريبة وخطيرة من إدارة الجامعة ومن قبلها المصالح الوزارية التي ظهرت وكأنها كالأطرش في الزفة، علامات استفهام كثيرة طرحت حول كيفية حصول الانفصالي الذي يتلقى دعما ماليا من الكيان الصهيوني ومن باريس لتقسيم الجزائر. فرحات مهني يحاضر في جامعات من جامعات الجزائر، وهو الذي عرف دائما بالعمل ضد الوحدة الوطنية وصال وجال في مختلف العواصم علّه يزعزع استقرار الوطن. مشى للولايات المتحدة الأمريكية ودار لقاءات مع مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين، وصل الى الكونغرس ودار لقاءات مع الكونغرس، وكان عارفوا التاثير ديال الكونغرس. شنو الموضوعات اللي دار اللي ناقش هو؟ كيوضح كيرافع على المسار ديال القضيه ديال القبائل. هنا سؤال اقراوا الكبرانات، بمعنى هو دار عرض حول مسار النضال من اجل استقلال القبائل. سمعوا مزيان هنا يعني. وهنا المعلومات كما جاء في العديد من المواقع وشهادات كيقول لك كان تجاوب كبير من طرف الامريكيين. هنا الرساله خصهم يقراوا الكبرانات، الرساله يقراوا الكبرانات. شنو هنايا الكبرانات؟ كانوا يريدون تجزيء المغرب. هاي التجزيء غير بدأ عندهم هما. تحية حقوقية باسم الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان. جئنا أولا باش نعبروا على الإدانة ديالنا النظام الجزائري القمعي اللي كيقتل الشعب القبائلي. احنا تابعنا المحاكمات الجائرة العسكرية ولاحظنا ان النظام العسكري في الجزائر يتعامل مع القبائل ولا وكأنهم ليسوا ابناء شعبه. احنا بلاد موحدة، هما كما قلت انا السودان هما جاي الدور ديالهم، غادي يبدا تم التجزئة ديال الجزائر. والمعلومات كتقول بأن الجزائر على الأقل واحد الخمسة ديال الأطراف فيها كلها غتشتت. هل الأولى هنا؟ لأن هذه الإشارة ماشي عادية، هذه ماشي عادية الإشارة. هذا زعيم ديال القبائل، والقبائل الأمريكيين يعرفون جيدا بأنها راها دولة كانت قبل من الجزائر،
عارفين المكونات ديالها، عارفين البنية الديموغرافية ديالها، عارفين هادشي كامل. إذا ها هو مشى كيرافع على القبائل. ملي كان المغرب يحذر وكيقول لك اودي انتبهوا، راه المشروع ديال الكبرانات باغي نجزئوا المغرب، راه هادشي غيرجع لكم. ها هو دابا كيرجع لكم. Mais c'est pour humilier les Kabyles. Vous avez vu que Ouyahia, quand son père et son frère étaient décédés, ils l'ont amené menotté en le montrant à la télévision pour que, à travers lui, on sente que les Kabyles sont humiliés. Quand Bouteflika était mort, Saïd Bouteflika était venu voir son frère à l'enterrement. Il n'avait pas de menottes. واضح المسألة، هي واضحة الآن، لأن هنا ماشي الرسالة. شنو هي الرسالة في هذا الوقت بالذات؟ هذا الوقت بالذات الكبرانات داروا مجموعة ديال الأخطاء، الكبرانات داروا مجموعة ديال الأخطاء. تا موضوع مع روسيا جيري بيان سور، سي لو موندر دي شوز، سي لا روسي، روسيا دولة صديقة. لا نمشي لروسيا، وعلاقتنا مع روسيا ماهيش من اليوم، علاقتها أكثر من 60 سنة. نمشي ونمشي للصين كذلك. تمويل الحرب الأوكرانية، الخطأ ديال الأنبوب ديال الغاز. حبيب المغرب العربي، أوروبا تزود عبره الجزائر منذ عام 1996 المغرب وإسبانيا والبرتغال بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. خط الأنابيب المعروف باسم MGE يمتد على مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، ويصل بين حقل حاسي الرمال في الجزائر إلى قرطبة في إسبانيا. قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب المغاربي الأوروبي لا يعني وقف صادراتها من الغاز إلى إسبانيا. الخطأ ديال الأنبوب ديال الغاز، التوتر مع إسبانيا منذ انسحابها من الصحراء الغربية عام 1975، ظلت إسبانيا تلتزم الحياد وتواكب توصيات الأمم المتحدة في هذا الملف، موقف ظل ثابتاً طيلة 47 سنة، لكنه تغير لاحقاً ليطرح الكثير من الأسئلة عن السبب وراء ذلك. ففي موقف رأه الكثير من المراقبين تاريخياً، أعلنت مدريد وللمرة الأولى في مارس الماضي تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي يصر عليها المغرب منذ عقود، خطوة خلفت استياءً كبيراً في الجزائر، جعلت الرئيس عبد المجيد تبون يندد بها ويعتبرها غير مقبولة أخلاقياً ولا سياسياً، فاستدعى سفيره في مدريد بعد يوم واحد فقط، مؤكداً أن موقف الحكومة الإسبانية غير كل شيء بخصوص العلاقات بين البلدين. القاعدة العسكرية اللي كاينة في وران ونرجع لها ديال روسيا، المناورات مع روسيا، الفاغنر اللي دخلوه من ليبيا ودخل إلى الجنوب ديال الجزائر ودخل إلى شمال مالي، مناجم الذهب اللي شنقريحة، الذهب كله كيصيفطوا روسيا، وكيخرج تبون كيقول لك باغي ندخلوا البريكس. باش باغي ندخلوا البريكس؟ الناس ما كيعرفوش القضية، شنو داروا هما؟ الذهب ديال الجزائر الاحتياطي، لانها هي ثالث احتياطي في العالم العربي، الذهب كله تهز وكيمشي لروسيا باش انهم يدعموهم باش يدخلوا الى بريكس. شوف دابا هنا هادشي كله كاين في التقارير الدوليه والمسائل المعروفه. جا وقت الحساب كيبدا بهذه الطريقه، لان اللي ما كيعرفش يتموضع، شوفوا الاخطاء اللي بغى نعاود ليه من هنا باش يشوف مزيان شنو كيوقع. الأخطاء اللي كاينة، أولا هنا الخطأ ديال التموضع مع روسيا، ما عرفوش يقراو مزيان. وشوفوا شحال من زيارة كانت من الدول الغربية. يزور اليوم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الجزائر، بيان إلى أن بوريل يخطط أيضا للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الوضع في منطقة الساحل والتحديات المشتركة في السياق العالمي الحالي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. الخطأ الثاني هو التمويل ديال شنقريحة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، الصفقات لأنها وهمية، هذا التمويل. المسألة الثالثة الأنبوب ديال الغاز، كتلعب بالغاز بمعنى كتبغي تخلق أزمة في هذاك الوقت، ومع من كتلعب؟ أنت كتشوف المغرب ولكن كتلعب مع الدول الغربية. الوثيقة ديال الحلف الأطلسي اللي كتقول لهم أودي انتبهوا، كتقول الاوروبيين انتبهوا،
راه الجزائر تعتمد عليها راه كتهدد الامن والسلم الاقليمي، هذا الحلف الاطلسي. القاعده العسكريه اللي عطاو روسيا، قاعده عسكريه عطاو روسيا مضبوطه هذه المساله اليوم، وكاين هذه المسائل عطاوها روسيا قاعده عسكريه اللي بعيده بشحال 50 كيلومتر على القواعد ديال الحلف الاطلسي. الفاغنر اللي خلق مشكل في السودان. الصراع في السودان يفتح باب مواجهة جديدة بين روسيا والغرب، وموسكو تكشف رسمياً ولأول مرة عن دور مجموعة فاغنر هناك. وزير الخارجية الروسي ومن المقر الأممي في نيويورك كشف أن للسودان الحق في الاستفادة من خدمات فاغنر، فضلاً عن كلام لافروف رئيس فاغنر أكد استعداد مجموعته للتدخل في حال طلب الشعب السوداني ذلك. وقعت مشكل في السودان وغيرها كيدخلوها للجزائر، كتحرس المناجم ديال الذهب، والمناجم ديال الذهب شنقريحه اللي كيهزها وكيعطي لروسيا كما كيديروا في السودان. كتب موقع ميدليست آي عن مجموعة فاغنر الروسية وقال إنها تزداد ثراء في السودان من مناجم الذهب والحكومة. يشير الموقع إلى تقارير عن تورط روسيا في عمليات استغلال الذهب في السودان، مشيرا إلى منع السلطات تفتيش طائرة عسكرية روسية يشتبه في قيامها بتهريب ذهب وفق مسؤول سوداني سابق. كما دارت مجموعة في السودان كيتعطى تما علاش؟ كيتعطى من أجل دعم هادشي بدا قبل، باش أنهم يدعموهم أولا البقاء يبقى العسكر، ثم ولات الفكرة وهو يدخل البريكس، لأن البريكس أنت باش غتدخل ليه ما عندكش اقتصاد، تبون علاش كيهضر؟ كيتعطى شنو هي المعطيات اللي عنده؟ المعطيات اللي عنده وهو أنه راه كاين ذهب ديال الجزائر كاملة مشات من هاد العناصر كلها، والفاغنر كاين تما، والفاغنر ثم إيران. ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن إيران تعمل على زعزعة استقرار المغرب من خلال دعم جبهة البوليساريو. وأضافت الصحيفة أن طهران زودت الجبهة بصواريخ أرض جو، كما أنها فوضت حزب الله لتدريب مقاتلي البوليساريو. واعتبرت الصحيفة أن طهران تسعى لكسب حلفاء ووكلاء لها في منطقة شمال إفريقيا على غرار حزب الله في لبنان. أيضا هذه أخطاء كاملة، هذه أخطاء كاملة. الدول الغربية بهدوء كتعرف إيش كدير، الدول الغربية وانت بالأكثر من هذا وانت الكبرانات كدولة باغين أنهم شادين البوليساريو عندهم ويستعملوا ضد المغرب. المغرب اللي هو أمة دولة، تاريخ المواقف ديال المغرب، القدرة ديالو على القراءة ديال التناقضات، التحالف ديال المغرب مع دول أخرى، ثم التهديدات ديال شنقريحة كل مرة للمغرب. طبيعي أنه هنا غادي يبدأ الاشتغال بطريقة معينة على التناقضات الداخلية.